الحق سبحانه وتعالى قمة اليقين الإيماني وحدانية الله، مش كده؟ يوم ربنا لما يحب يجليها لنا اللي هي القمة الإيمانية يقول إيه؟ ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ إيه يعني؟ يريد الحق أن يبين لنا حلاوة الإيمان بإله واحد. قال أنا هضرب لكم مثل، فيه رجل عبد له شركاء ملكينه ملك 10، ويا ليت الشركاء متفقين، إنما الشركاء إيه؟ مختلفين. ورجل تاني عبد لواحد بس، إن هو اللي يبقى مرتاح. ليه؟ لأنه مرهون بأمر واحد ونهي واحد وانفعال واحد وإرضاء واحد، إنما التنين للشركاء ويريتهم متفقين، ده لو كانوا متفقين كان هيبقى بينهم لكل واحد منهم هوى متسالم مع الآخر، إنما فما بالك إن كانوا مختلفين بقى، ده يقول له تعالى وده يقول له الوح وده يقول له عايز وده يقول له اتبدد العبد. فكأن الله يريد أن يجليه قمة اليقين الإيماني في وحدانية الإله بإيه؟ بإنه الواحد عبد مملوك لعشرة، أدي الشركاء، وواحد عبد مملوك لواحد، هل هم سواء؟ كل عاقل يقول لا. إذن فإيماني بإله واحد مريح لي ولا لا؟ مريح لي أوي، مش كده؟ عال يجي الحق سبحانه وتعالى يقول أنا هضرب لكم مثل من أنفسكم، انتوا بتجعلوا لي شركاء ليه؟ لماذا تجعلون لي شركاء؟ انا هطلب منكم ان تعاملوني كما تعاملون انفسكم. في بقى احسن من كده؟ عاملوا ربكم كما تعاملون انفسكم. هل لكم شركاء مما ملكت ايمانكم فيما رزقكم الله فيه فانتم فيه سواء؟ ايه يعني؟ يعني ايه؟ بيقول انتوا ليه بتجيبوا لي شريك؟ طب انا هقول لكم، انا اديت بعضكم رزق وهو له مملوكين باليمين موالي، هل هو خد اللي انا اديته له دي وقعد يوزعه على الموالي كده كلها وهم في سواء يعني ويا بعض؟ ما عملش كده. طب مش مين بيعملها ويا يعني؟ لا اله الا الله. ادي المثل.